عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الخميس آخر يوم في الأسبوع، وعندي خبر لطيف أكيد كل الناس عارفته، الخبر الخاص بأن محافظ البنك المركزي استقال أو اتشال، يعني ما علينا، يعني اللي حصل حصل. طيب يعني القصة دي حصلت ليه؟ القصة دي حصلت لأن طبعا يعني كفاية أن أقول لكم أن يعني الراجل ده أما مسك البنك المركزي كان سعر الدولار 7 وشوية أو 8 وشوية، النهاردة بقى 19 وشوية. طيب مفيش، يعني أنا شايف من وجهة نظري الشخصية يعني أنه هو طبعا الكلام بقى اللي بيتقال أنه هو استقال وتم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية، كل دي مناصب شرفية عشان بس نبقى متفقين، يعني يعني هو عشان بس يبقى شكله لطيف، الدنيا يبقى شكلها حلو يعني، فهو تم تعيينه، ده الجملة دي عارفينها، بس مش هو ده موضوعنا. أنا مش فارق معايا طبعا، الراجل يستقيل، الراجل يترفد، الراجل ربنا يوفقه في حياته عامة، الراجل تعب معنا شوية بس يعني ما كانش موفق ببعض القرارات، وما كانش فيه ناس بتحاول تساعده في بعض الهيئات الأخرى، فالموضوع وصل للنهاية إن فيه فشل. الفشل ده بيقول او القرار ده بيقول ان فعليا بنسبة كبيرة الدولار واليورو هيبقوا اغلى مما هو عليه الآن. طيب احنا عمالين نتكلم، طب هل في حلول غير ان انت تروح تاخد قرض من البنك الدولي وتاخد او تبيع بعض الاسهم او الاصول لبعض الشركات وبعض الهيئات للامارات وللسعودية والكويت، يعني هل في حلول تانية غير الكلام ده؟ طبعا مساعدة الاخوة الاشقاء ما فيهاش مشكلة، ما عندناش فيها مشكلة، يعني انا رأيي الشخصي ما فيهاش مشكلة، هي المشكلة كلها في القرض بتاع البنك الدولي، هو ده اللي فيه مشكلة، لان هو ده بيضغط عليك ببعض القوانين اللي انت او بعض اللوائح الملزمة ان انت لازم تعمل بعض الحاجات، من ضمنها تحرير سعر العملة بشكل يعني هيخرب لنا الدنيا وبعض القرارات الخاصة بأسعار النفط والبترول والمحروقات او خلاف ما علينا. انا شايف ان من وجهة نظري الشخصية المتواضعة جدا، يعني انت عندك حوالي 10 مليون مغترب، العشرة مليون مغترب دول لو انت سمحت لهم ان كل واحد فيهم ينزل بعربية جديدة بقى مستعملة بتاع من غير ما يدفع اي حاجة، بمقابل ان هو يحط وديعة مستردة قيمتها 10,000 دولار يحطها في حسابه او في حساب البنك المركزي او في اي حتة انت عايزها او في الجمرك او واتيفر هتتحط فين، والوديعة دي هتتحط لمدة مثلا 5 سنين او 10 سنين او في او للمدة اللي هيستخدم فيها العربية، يعني شوف انا بحاول اسهل لك ازاي يعني شوف اللي يريحك ايه، يعني فجأة هيبقى معاك رقم خزعبلي من 10 مليون، كل واحد يدفع 10,000 دولار، يعني خلاص بقى معاك مليارات دولار دولار بالدولار. فانت يعني انا شايف ان ده الحل الاسهل، يعني ده الحل الاسهل. طبعا مش العشرة مليون كلهم هينزلوا بعربيات فجأة هيبقى البلد فيها 10 مليون عربية جديدة او 10 مليون عربية زيادة، بس لا مش هيعملوا كلهم كده يعني عامة، لكن على الاقل انت هتقول لهم اللي عاوز ينزل بالعربية في اي وقت يعمل الايداع ده، فجأة الايداع هيسمع عندك من العشرة مليون بني ادم اللي هم المغتربين. وانا شايف ان الناس دي يعني طالع عين اهلها بره ومزلولين ومطحونين وبعيد عن اهليهم وبعيد عن اخواتهم واصحابهم، يعني اديهم نفحة كده الناس يعني ايه تنبسط او تحس ان في حاجة يعني حلوة هيقدروا يعملوها لما ينزلوا اجازة لما ينزلوا بتاع، يعني حاول تفكر مع المغتربين اكتر شوية، عشان متهيالي ان لو انت فكرت مع المغتربين بشكل مختلف عن اللي انت بتفكر بيه دلوقتي، اعتقد ان هم دول اللي هيكونوا
درع الحماية لموضوع العملة اللي انت حضرتك عايز تعمل يعني عايز تلعب فيه او عايز تتحرك بيه. موضوع ان انت هتفضل قافل الاستيراد كتير ده مش هتقدر عليه، لازم هيجي لك فترة وهتفتح. طبعا احنا سمعنا ان هيتم فتح الاستيراد في شهر 9، انا بقول لكم لا مفيش الكلام ده، مش هيحصل يعني. ما نشوف بس يعني القرارات الجديدة لمحافظ البنك المركزي الجديد ايه القصة يعني. بس يعني على ما اظن يعني على ما اظن ان الموضوع مش هيفرق كتير، لان الوضع اللي احنا وصلنا له في الموضوع بتاع العملة او اسعار الصرف للعملات بقى وضع مزري جدا، بقى وضع صعب جدا بصراحة يعني. فانا اشك ان ممكن يكون في تغيير سريع يحصل في موضوع بتاع العملة وموضوع طبعا اي احنا عندنا طبعا حاجات كتير قوي او سلع كتير قوي بيتم استيرادها سواء كانت اكل وشرب او خامات او خلافه، ده طبعا مأثر على اسعار كل حاجة موجودة في البلد، بيخلي كل حاجة رفعت. من ضمن الحلول يعني الحل التاني بجنب الحل بتاع المغتربين، ان لازم محافظ البنك المركزي الجديد يدور ازاي نقدر نصنع، ازاي يبقى عندنا تصنيع نقدر منه نصدر ونجيب عملة. كل العالم دلوقتي شغال كده يعني، العالم كله بيدور على حاجة هو ممكن يكون بيعرف يتقنها او بيعرف يعملها ومن خلالها يقدر يصنع ويصدر فيجيب عملة صعبة للبلد، علشان العملة الصعبة اللي تيجي دي تقدر تجيب الحاجات اللي البلد ما تقدرش تصنعها. فأنا شايف ان احنا عندنا حاجات كتيرة ومن اهمها السياحة يعني، لو ركزنا فيها شوية هنقدر من خلالها ان احنا نجيب عملة صعبة وندخل عملة للبلد. نحاول بقى نشوف منتجات فين 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 الغزل، فين الصوف، فين الغزل والنسيج، فين محل الكوبرا، راحت فين، فين الكلام ده، فين يعني. انا عايز اعرف يعني احنا كنا مشهورين جدا بالقطن المصري، فين القطن المصري ده، راح فين. هو معرفش، نهتم شوية بالزراعة، نهتم شوية بالانتاج بقى، الانتاج السمكي والمزارع الخاصة بالدواجن يعني الحاجات دي يعني، فين الكلام ده يا جماعة، فين راح فين الكلام ده. احنا كنا بنصدر فاكهة للعالم كله بأرقام كبيرة جدا، معرفش ليه فجأة الدنيا ما بقتش كويسة في الجزئية دي. فاحنا بعيدا عن الزراعة تعالوا نروح نشوف الصناعة، عايزين نركز شوية نصنع حاجة. فين احنا كنا ماشيين من فترة في تصنيع أجهزة محمول، راحت فين تصنيع شاشات، راحت فين. ليه فجأة مش لازم نجمع، انا مش عايز نجمع، كان في يا جماعة مصنع بيعمل ادوات التبريد بتاعت العربيات البي ام دبليو اللي كانت بتتجمع في مصر. طبعا بي ام دبليو الله يرحمها موضوعها اتفرتك وبقى محل دمها، التوكيل ده بقى محل دمه في اي حتة يعني، ما علينا. بس الدولة ما لهاش علاقة بالموضوع ده، بس يعني فين انا يعني مش عارف. عايز اقول لكم في كانت مصانع كتير، كان في مصانع بتعمل الكراسي بتصنعها بتصنعها، دلوقتي مفيش الكلام ده، دلوقتي الكلام ده انتهى وما بقاش موجود، وتسأل ليه محدش يعرف ليه. عموما كل المطلوب ان احنا نركز في التصنيع ونشوف الموضوع بتاع المغتربين. اعتقد دول حلين مهمين جدا يقدروا يوفروا لنا عملة في اسرع وقت ممكن ومن غير ما نتعب كتير. محتاجين البلد محتاجة كلنا نتكاتف مع بعض علشان نعدي المرحلة دي، وقدامنا مش اقل من 3-4 سنين عشان نفوق من اللي احنا فيه ده يعني. سنة ونص نبتدي نشم نفسنا، والسنة ونص التانيين اللي بعديهم نبتدي بقى ايه نرجع، اللي بيعمل حاجة يقدر يكسب منها وهكذا يعني. انا اسف لو كنت طولت عليكم، انا بس حبيت اتكلم في الموضوع بتاع يعني استقالة محافظ البنك المركزي. ربنا يعني ان شاء الله يوفقه في شغله الجديد وفي المكان بتاعه الجديد، وربنا يوفق اللي هيجي يمسك مكانه، ويا رب يعني الفيديو اللي انا عملته ده يوصل لحد من السادة المسؤولين، يمكن كلامي ده يفيدهم في حاجة. اشكركم جزيلا وصباح الفل عليكم، وقنواتي الشرعية على السوشيال ميديا شريف ياسر اون تراك، فيسبوك ويوتيوب وانستجرام و تيك توك شريف ياسر 7. أشوفكم على خير.
سلام عليكم.